إذا هدول ما طلعوا مين بده يطلع؟ يطلع بلعك إلهي أواه بسرعة قلنا اطلعوا ببيتك. شوفي شو شوفي؟ هذا مرزوم شوفيري ومدير أعمالي، أنا قلت له وغمسته يوقف تحت ونبهت عليه ما يخلي حدا يطلع، بتعرفوا معجبين كتار وفي منه الناس غلظة، عم حزره شو عمل؟ يا على عيونه منع داده ونور إنهم يطلعوا، لك حدا بيمنع الحبايب إنه يطلعوا لعند الحبيبة؟ ليش أنتي بتعرفيهم؟ أنا اللي بعرفهم، ها؟ شرفوا انسام سربرايز يا مو ولي منو هاي كمان او ماي جاد بيتي انت قلت لكم قد اللي معروسه ما قاعده يا على عيونكم زعلانه منكم انا ليش ما سالتوا عني وعني ما سالتوا يا حوانت الخبز والملح والمتة والبيجاما حليانة ما شاء الله وانتي سنانة وتخنانة منو انتي؟ أنا دانا وأنا دندان شبك شوفي؟ لك هاي المرة الفوق بتعرف نور ودادو؟ هي بلا ما تعرفهم مصيبة، العمة إذا في أغلظ منها ما بتنطق. جايبتي لنا أنسام لعنا لهون؟ لك يا نور فهميني أنا ما بعرف مين هي، هي شافت الفيديو وإجت، أنتوا بتعرفوها؟ نعرفها؟ طيب بالك طيب بالك رهف أنت بتعرفي شو جبتي؟ طب انت كيف هيك بتتصرفي من راسك؟ لك جايبتي لنا بلوه، بتعرفي شو يعني بلوه؟ كيف بدنا نخلص منها هلا؟ وهيك بقى يا ستي اجيت من الضيعه على شو مشان اعمل اسناني؟ الله وكيلك هالدكتور ضحك علي اخذ مصاري هالقد قدهم، ما بتعرفي هلا قديش بيسوا المصاري اللي اخذهم مشان اعمل اسناني مشان اعمل تقويم، هلا افكر اعمل تقويم ثاني، هن بدهم نتوفه ها شوي صغيره، رجع هذا الحنك لورا بصير مثل ميديا، فولي وانقسمت نصين، يا لطيف شو كان في بيناتنا عشرة عمر يا بحر، عشرة عمر طق وبكي لما سافرت، احكي لها احكي لها ميديا، قديش كنت ظريفه امانه. ايه ما شاء الله مثل النسمه، انسام قرايبة لبنى. هي هي أنسام؟ هي أنسام قرايبة لبنى اللي حكيتوا لي عليها؟ شو حكوا لك عني شو حكوا لك؟ كيفها لبنى؟ لبنى تأمر قلبي بسلم عليكم كتير 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 السلام وخاصة على نوارة الله يسلمك ويسلمها. هي قالت لك إنه تجي تزورينا بالشركة؟ بلا ايه طبعا يخرب بيتك من حالك، حدا بيشيل الخير من حاله وبيحطه للآخرين؟ لا لا أنا شفت الفيديو تبع ميرا، أنا فانز من فانزاتها وكتير حبيت وتابعت كل شيء للنهاية، وأنا هيك يعني مهتمة بالمشروع اللي أنتوا قائمين عليه. فيديو؟ لا فيديو شو؟ شو بها هي شكلت عينها ولا لوقت ما شو؟ مو مهم انا هلا يعني قصدي خلينا نحكي راس تو راس فيس تو فيس انا وياك يا نور لانه قالوا لي انت البوس هون خلينا نحكي بالمشروع انا بحب نكون عمليين صبايا يلا الحقوني خلينا نترك نوسة ونور مع بعض والله ما عرفتك انت ساره هيك بسوقه وبتفهمي تقبشيني ان شاء الله فعلا الايام بتعلم الانسان وين صبايا؟ على فكرة أنا ما بخبي شيء عنهم يعني لك خلص خليهم يروحوا خليهم يروحوا أنا زعلانة منك يا نور أنا زعلانة منك يا نوارة ولو مالك سمعانة بمزرعتي مزرعة أنسام للأشبان والألبان ومصيطة بكل السوبر ماركتات كلهم بيعرضوا من عندي ما بتخبريني ما بتدقي لي تليفون ما بتبعتي لي واتساب حتى نحن نتشارك بالمشروع كنت بعتها من زمان فداكم يا روحي فداكم لازم لاقي طريقة نخلص منها فوراً هاي الكارثة ما لازم تضل هون نيفر نيفر
لك يا دادا وحياة الله انا ما بعرف مين هي، وحتى ما بعرف انه عندي اياها على انستغرام. بتعرفي حبيبتي انه انا ما كنت متذكرتها لهالبلوه كلها لولاكي. طيب معلش انا اقول رايي، يعني نحن شو بيهمنا هي شو عامله من قبل؟ المخلوقه جاي وحابه تساعدنا، ليه لحتى ما نعطيها فرصه؟ فرصه؟ لك شو بدك شو بهالقصه؟ اه لك شو بدك بالقصه؟ انا عم اقول لك هي اغلظ مخلوقه على كوكب الارض، اصلا انا ما بعرف كيف بدنا ننقذها هلا لنور. لك شو عم يعمل هذا هوني؟ او ماي جاد شو ها؟ خرب بيتك انت لحقت؟ عن جد؟ هي البداية بس، ذا بيجينينج، لسه ما شفتوا ذا اند شو بدنا نساوي، لكن يا جماعة كثير عجبتني الصورة، ما شاء الله تبارك الله، خمسة وخماسة بعيون الحساب، مرزوق؟ كثير عجبتني الصورة، منيحة، بس قول له ثاني مرة بالنسخ الجاية ال 150 يظبط الرقبة يكسر إيديه إن شاء الله، يعمل لها فوتوشوب شو بنها؟ بدي 150 نسخة ينتشروا بالمدينة وبالريف، ينتشروا ينتشروا ينتشروا. محلها هون منيح؟ هلا هي منيحة مبدئياً، بس بدي باقي الصور ينحطوا على الواجهة كلها، بدي كل الشعب العربي يشوفها للصورة مشان نجذبه. صرف نوسة حبيبتي، ما في داعي للعجلة، نحن لسه عم نفكر بالموضوع. ايه صح لسه ما بلشنا. لا حبيبتي في داعي كتير للعجلة، لأنه أنا ما عندي إلا لبعد بكرة الصبح. ليش لبعد بكرة؟ كثير هيك قصدنا يعني إنه خليكي عنا متونسين فيكي حبيبتي. وبعدين من أجل كل شيء لبعدين، ما في داعي للعجلة. كنت انتي ريحي حالك. شوفي مين هاي؟ أنسام ربيع الغالي، بزنس وومان وسيدة مجتمع من الطراز الرفيع، أنا الأولى. هاي الصورة وأنا الأصلي، مين عجبك أكتر؟ شوفي